حنا مؤخرا بعد الجائحه ديال كوفيد كنصطدموا بواحد القرار اللي ما تشكناش فيه كاع، ما شاركناش فيه الوزاره في الحوار، وهذا القرار اللي هو واحد السيرتيفيكا ديال مطابقه الجوده. وهذا السيرتيفيكا ديال مطابقه الجوده باش نوضحوا مزيان كتهم جوج ديال المسائل. كاين المسائل القطع اللي كتصنع هنا في البلاد، منها الفريناج ومنها سميتو والجانطا، وهادي هذاك الشيء ما كنجيبوش حنا. علاش ما كنجيبوش؟ حيت الا جينا غنلقاو مشكل هنا. اولا خاصك هذيك القطعه ديال اللابواتوار كتخلص عليها واحد التكلفه غاليه، تقريبا الجانطا كتوصل 14000 درهم لاناليز، واخا تكون اوريجينال وفيها العلامه ديال المصنع وفيها كلشي كيهزوها وكيديوها يديروا لها لاناليز، وفي هاد الاناليز ما كتخرجش يعني في واحد 24 ساعه ولا 48 ساعه، خصك واحد 20 يوم ولا 25 يوم. اش كيعني هذا؟ بان ديك الحاويه ديالك حتى داك الكونتينر وديك السلعه ديالك كتبقى مبلوكيه، كتزاد عليك المصاريف ديال المرصا وديال لاكوناج وديال تي كنتفاداو حنا ما كنجيبوش. مسائل ديال السلامه اللي هي من الفريناج ومنها الزاج ومنها الجانطا والباتري وهادي والفلتر ديال الزيت وهادي ما كنجيبوش. حنا كنجيبو قطع غيار مستعمله اصليه صالحه للاستعمال بمعايير جوده عالميه. هاد القطع اللي كنستوردو من المغرب راه هي اللي كياخد هذاك المواطن الاوروبي كيستعمل السياره ديالو، ولا المواطن الاسيوي، ولا المواطن الامريكي، ولا الكندي. الحمد لله دابا المغاربه كيستوردو من جميع انحاء العالم هاد القطع. التحفظ الاول، حنا ماشي ضد السيرتيفيكا، حيت السيرتيفيكا ما يعني السيرتيفيكا المطابقه حنا كنجيبو داك الشيء مطابق، يعني الموتور ملي كتحيدو من السياره راه داك الموتور اصلا واخد المطابقه مع المصنع اللي مصوب هذاك الموتور، عاطيه المطابقه انه صالح للاستعمال. وهذا الموتور اللي كنجيبو ما يمكنش تغاش انفيستي في واحد السلعه وتخلص عليها الجمارك وهي ما خداماش، ما يمكنش. حنا ما يمكنش غادي نعرضوا راسنا للخطر والخسائر وهادي باش غنجيبوا شي حاجه ما خداماش. الموتور دابا كيخلص 4200 درهم ديوانه بلا ترونسبور بلا والو، غير التعريفه الجمركيه ديال الموتور ديزل كاتيلان 4200 درهم ديوانه. الحيف اللي وصلنا حنا هو ان عندنا واحد التخبط في الشركات اللي عطاتها الوزاره انها دير لنا هاد الانسبكسيون. كاين ثلاثه الشركات، كاينه تي في وكاينه ا بلس وكاينه فيريتاس. هاد الشركات راه سناهم ا بلس وتي في تواصلوا معنا، قالنا نتوما ما معنيينش بهاد السيرتيفيكات سي او سي حيت كتجيبوا قطع غيار مستعمل. فيريتاس ما جاوبتناش، ما عطاتناش كاع حتى شي اهميه. اتصلوا بها للمستوردين برا اللي باقيين دابا حاصلين، دابا تيخلصوا نيت مصاريف ديال الفندق، كاين اللي غتشري لي الفيزا، كاين اللي شاري السلعه مبلوكي، كاين يعني مشاكل كبيره دابا كيعيشوا فيها الناس. هاد الشركه ديال فيريتاس كنتفاجئوا بانك كدير لنا لوبوزيسيون هنا في مرسى، كيجي الكونتينر هنا في مرسى كدير لنا لوبوزيسيون، كتقول لك خاصك تدلي بهاد سي او سي اللي هي سيرتيفيكا اوف كونفورميشن. هاد سي او سي حنا ما معنيينش بها، عندنا اكري باغ ايميل ديال شركات اخرين اللي قلت لهم معنيين بالتيكتاج ولومبالاج. ومني بحثنا نيت في القرار الوزاري والقرار ديال ايمانور كنلقاو بان القطاع غيار السيارات المستعمل لتيكتاج ولومبالاج ماشي ديال جميع القطع، يعني ديال بعض القطع بحال الموتور ما غاديش لي لومبالاج، بواطا فيتاس ما غاديش لي اومبالاج، بون اريال ما غاديش لي اومبالاج، لي فو لي روتروفيزور داكشي اللي كنديرو لي لومبالاج. انا اصلا كنديرو لي لومبالاج باش نحافظو عليه باش ما يتهرش، يعني هاد المساله هادي ما ناقشوهاش. هاد فيريتاس ما عتبرتناش، ما فتحتش معنا كاع الحوار، كتبنا لهم باغي كري، صيفطنا لهم ايميل، اوكين ريبونس لحد الساعه نيت اوكين ريبونس، ومبلوكي الناس دابا لو كونتونير. المهم مع الناس دابا تضروا بزاف، كتبنا واحد المقال في الجرائد وهادي، ولاو كيقول لك اسيدي خصك دير التزام بانك ما تجيبش السلعه حتى تجيب سيرتيفيكا دو كونفورميتي ونعطيوك السلعه اللي حاصله لك. دابا المستورد الا جاب شي حاجه خاصو يدير لهم التزام بانه ما يجيبش السلعه حتى يجيب سي او سي من بلد المصدر. التزم يعني التزم يعني خصو تيجيبها من تما ولا ما يجيبهاش. هذا هو المشكل اللي كاين. حنا بغينا نفتحوا واحد القناه ديال الحوار مع الوزاره وتفسر لنا شنو لينا وشنو اللي علينا. حنا مع الوزاره في القرارات ديالها، وكاع اللي كتهدد سلامه المواطن راه ما كنجيبوهاش، راه ما يمكنش. هذا راه سوق قديم ومشغل واحد العدد ديال الناس، وكاع الناس كتشري منه وكنبيعو، يعني كون ما كانش خدام راه ما غاديش يتمشى هذا السوق، ما غاديش يخدم. يعني البضاعه ديالنا مادام كنجيبوها وكنبيعوها وحنا كاين وباقيين حيين، يعني حتى البيطار راه مزيان.